السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات دورة عملية في الإلكترونيات مع المهندس وليد عيسى، واليوم نكمل في تطبيقات برضو الدايود. خدنا كتير دوائر قبل هيك، تقويم وكليبر والكلامبر، واليوم بدنا ناخد حاجة اسمها مضاعفات أو مضاعفات إيش الجهد، ومن اسمها مضاعفات الجهد معناته بتكبر إيش الجهد. ولكن إيش نوع التكبير وكيف يعني نوع التكبير اللي إحنا بدنا نواجهه؟ إن شاء الله خلينا نشوف السلايدات اللي جاية. فمضاعفات الجهد او ما تسمى بالفولتج مالتبلاير، فولتج مالتبلاير مضاعفات الجهد هي عباره عن دوائر بتاخذ الاي سي. اهم حاجه عندها لازم يكون الداخل تبعها اي سي، تمام؟ فبتاخذ الموجه الاي سي وبتطلع مضاعفات هذه الموجه. الان الموجه الاي سي هذه عندي انا الفي بيك تو بيك تبعها 5، فهتطلع ممكن تطلع عندها 10، او ممكن اطلعها 10 اللي هي مضاعفتها مره واحده، لو بتضاعفها ثلاث كمان مره بصير 15، لو بتضاعفها ممكن 20، ممكن 40، ممكن لحد 100، وممكن اكثر كمان من 100 حسب ايش الدائره اللي انا ببنيها. فالمضاعفات الجهد هنا بتكبر لي الجهد ايش اللي داخل عندي وبتطلع لي جهد اكبر. لكن كيف شكل هذا الجهد الاكبر وليش بيصير عندي هيك؟ خلينا نشوف الان في الدوائر. فهذه هي عباره عن دائره الفولتج مالتبلاير، تمام؟ عباره عن كاباسيتور ودايود. تقريبا طلع معي هنا كاباسيتور بالشكل هذا ودايود بالشكل هذا، هل بذكرك بشيء؟ هذا الجزء، هذا الجزء، هذا الجزء فقط. هذا الجزء اخذناه المحاضره الماضيه بالضبط، هو نفسه. هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن دائرة كلامبر، ودائرة كلامبر قلنا بضيف على الـ AC اللي هو إشارة DC، يعني بيرفع الموجة ايش؟ لأعلى، تمام؟ فأنا بتوقع الآن عشان هيك بقول لك أنا المحاضرة الماضية إنه اتذكر أشكال الدوائر، بتلاقي حالك بتسهل على حالك بعد هيك تحليل الدائرة. فهذا الجزء الآن هو عبارة عن دائرة كلامبر. هذا الجزء عبارة عن دائرة كلامبر. الـ AC اللي داخله هنا بتوقع طالعة هنا واصلة هنا عبارة عن ايش؟ AC، ولكن مرفوعة لايش؟ لفوق بمقدار قديش؟ تقريبا 5 فولت، ولكن منقوص منها ايش؟ اللي هو جهد الدايود. هنا في الدائرة اللي بدي احللها بعد شوية خلينا نطنش جهد الدايود، تمام؟ يعني 7 من 10 اللي بده ياخذها الدايود هنا وهنا خلينا شوية ايش نستبعدها عشان نسهل عملية التحليل على السريع، تمام؟ فالان 5 فولت اللي هنا هذه دائرة كلامبر شرحناها قبل هيك، هتوصل هنا قديش؟ اللي هي عبارة عن ايش؟ دائرة اي سي ولكن مرفوعة ب5 فولت لفوق، تمام؟ يعني هتصير القمة تبعتها 10 فولت وهي ايش؟ من 0 ل 10، تمام؟ الدائرة هذه تطلع لي عليها، تطلع على الدائرة هذه، دائرة ايش؟ هتلاقي انه برضو احنا قبل هيك اخذناها، الدائرة هذه عبارة عن دائرة ريكتيفاير نصف موجي، عبارة عن دائرة تقويم نصف موجي، دايود واحد مع مكثف، تمام؟ هذه عبارة عن دائرة تقويم نصف موجي، فهذه عبارة عن جزئين هذه الدائرة. اللي هي مضاعفات الجهد عبارة عن دائرة كلامبر ودائرة ايش؟ ريكتيفاير. نشوف الان كيف نحللها. الان لما يكون عندي الدايود هذا بسأل حالي سؤال، وقت ايش بده يكون في حالة انحياز امامي؟ لما يكون السالب فوق والموجب تحت، معناته الموجب تحت معناته هذا لازم يكون في النصف السالب من الموجة. السالب فوق والموجب تحت، هيخش الموجب هينخصم منه 7 من 10 اللي احنا قلنا بدناش نعمل حسابها الان، وبعدين هتشحن المكثف، تمام؟ المكثف هينشحن لقيمة قديش؟ 5 فولت، تمام؟ فالآن المكثف صار عندي شحنة 5 فولت في النصف السالب من الموجة، والآن ننتظر النصف الموجب من الموجة إيش هيصير فيها. النصف الموجب من الموجة هيكون الموجب فوق والسالب تحت، إيش هيصير في الدايود هذا؟ هيكون أوف، تمام؟ معناته هذه الدائرة هاي شايفينها، هذه دائرة الكلامبر، هتشتغل في النصف الدورة السالب، تمام؟ وهتشحن المكثف وهتدي له 5 فولت، تمام؟ الآن تعال لما النصف الدائرة النصف الموجة الموجب هيكون الموجب فوق والسالب تحت، هيكون قلنا ايش؟ الدايود هذا اوف، معناته كأنه رايح من الدائرة، وهي احنا طيرناه من الدائرة هيو هنا مش موجود، كويس؟ وبالتالي ال 5 فولت اللي هنا الموجب تبعها فوق والسالب تبعها تحت، هيروح السالب هيلاقي ايش؟ مكثف ثاني، تمام؟ والموجب هذا اللي هنا مع الموجب هذا هيكون زي كأنهم بطاريتين مع بعض، واحدة دي سي واحدة اي سي ممكن متغير، تمام؟ والتنين هينجمعوا مع بعض ويروحوا للدايود. الدايود ايش هيعمل؟ الاي سي هذا هيقاومه،
هيعمل على تقويم الاي سي، وبالتالي صار عندي هنا ايش، هيدخل كله هنا ايش الموجب فقط. وايش هيصير هنا؟ هي طبعا هنا 5 فولت وهنا 5 فولت، هيطلع عندي 10 فولت، هيدخل عبر الدايود، قلنا الدايود هنطنش 7 من 10 وهيوصل عندي هنا ايش 5 و5 10 فولت، هيصل عندي هنا ايش 10 فولت، وهيشحن المكثف بال 10 فولت، تمام. وبالتالي صار عندي هنا 10 فولت على الاوتبوت، لكن انا ايش مدخل بس 5 فولت، كويس. وبالتالي صار في عندي هنا مضاعف لمين؟ للجهد، من 5 فولت لايش؟ ل 10 فولت. هذه هي دائرة ايش المضاعف، وانت لو تحطها برضو في ذاكرتك ممكن بعد هيك تساعدك في تحليل ايش دوائر كثيرة. طيب ممكن واحد يسألني يعني في ايش ممكن انا استعمل هذه الدائرة؟ هذه الدائرة لو انت كررتها بعد هيك اكثر من مرة، هاي الخمسة فولت هتتكرر يمكن تصير ل 100 فولت، كويس. الخمسة فولت لما تصير 100 فولت معناته انا ممكن استعملها كساعق، وهي فعلا هذه الدائرة اللي بعد شوي بدي يعني اعرض لكم اياها، دائرة تستعمل في بتعرفوا يمكن اللي هي اللي بتقتل البعوض، قاتلة البعوض، اللي هي اللي بتلسع البعوض، تمام. هي عبارة عن دائرة تعتمد فكرتها على الفولتج مالتي بلاير، مكثفات وديودات، كويس. ال 220 اللي بتاخذها بترفعها لايش؟ لجهود اعلى من هيك، بحيث انه لما يجي الجسم عليها تلسعها وتقتلها في الحال. لكن التيار تبع هذا ضعيف، يعني انت ال 5 فولت لما تروح تكبرها ل 10 او ل 20 او 30 هيديك فولت اعلى، ولكن التيار تبعه ضعيف، فانت ممكن تستفيد منه فقط بانك انت تغذي دوائر صغيره مش اكثر، تمام. هذه هي دائره ايش المالتي بلاير، واحنا حللناها بشكل سريع الان. لو انت ما مش متاكد من التحليل، يا ريت ترجع للفيديو مره ثانيه وايش وتشوف انا ايش كيف حللتها، وممكن تستعين ببرنامج المالتي سيم. طبعا تستخدم هذه الدائرة زي ما قلنا للحصول على جهد خرج أعلى من جهد الدخل، بشرط أن يكون جهد الدخل متردد، ما بنفع الدخل هنا مستمر، لازم يكون متردد. ليش؟ لأنه بياخذ الجزء الموجب وبياخذ الجزء السالب وبضيفهم كمان، يعني بيعمل عملية تقويم وإيش ورفع لأعلى عن طريق مين؟ اللي هو الكلامبر، تمام. وبالتالي لازم يكون عند الدخل متردد وعشان أحصل على جهد خرج إيش أعلى. طيب كيف هيكون عند الخرج؟ انا عندي الموجة اللي داخلة على الدائرة هي باللون ايش البرتقالي زي ما احنا شايفينها، موجة بتطلع فوق بالنصف الموجب وإلها نصف سالب، موجب وسالب. الكلامبر ايش بيعمل لي؟ الكلامبر بيرفع لي اياها لفوق اللي هو الجزء ايش الاحمر، كويس. طبعا الجزء الاحمر او عملية الرفع لاعلى ما بتكون بصورة سريعة، ولكن ايش بتكون بصورة شوية ايش ابطأ ابطأ ابطأ، ولكن احنا ممكن ايش ما نلاحظهاش في البداية او تكون سريعة هذا الجزء. ولكن هو بيقول لي من اول ما تشغل دائرة انت كل ما ترفع كل ما ايش كل ما عندك الكلامبر، كل ما ترفع في الكلامبر كل ما بيصير عندك ايش الجهد الخارج اعلى فاعلى فاعلى. فانا عندي الكلامبر طلع، الكلامبر قاعد بيرفع لي الان في الدائرة في الموجة هذه الاعلى اللي هي الاحمر الان لحد ما توصل لهنا، كويس. هاي دائرة الكلامبر في النهاية وصلت انه الموجة رفعت لي اياها، وهنا طبعا في عندنا بوينت 7 من 10، كويس. فهنا ايش بيرفع بيرفع وهيضلوا ايش رافعها بالشكل هذا، مش هيقدر يرفعها اكتر من هيك لانه خلص وصل لحد هنا، تمام. دائرة الكلامبر هترفع لي اياها بالدرجة هذه. بتيجي دائرة التقويم ايش بتسوي؟ كل الموجة هذه بتعمل لي تقويم الها، وهاي الموجة الزرقاء هي ايش اللي بتظهر عندي وبتضلها مستمرة ايش لحد الاخر، تمام. ال 10 فولت اللي بتطلع عندي ما بتطلع عندي قلنا 10 فولت بالضبط، ولكن منقوص منها الديودات اللي هو 7 من 10 و7 من 10، تمام. خلينا نشوف الان هذا بشكل اللي هو سيميليشن وعملي. هاي الدائره على الملتي سيم احنا عدنا بنائها، هي عباره عن اللي هو مصدر الجهد مستمر 14.6 فولت ار ام اس اللي هو مستعمل عندنا في العملي، وعندي انا 1000 مايكرو فاراد، وهي دايود اللي هي دائره الكلامبر، وبعد هيك عملت دائره ايش ريكتيفاير برضه بنفس الاسلوب، وانا متوقع 5 هنا 14.6 فولت، ولكن البيك قديش؟ البيك 20 فولت اللي هي عباره عن هذا ضرب جذر الاثنين، 20 فولت ضعفها مرتين ايش هيطلع عندها؟ هنا انا بتوقع حوالي ال 40 فولت، ما دام هنا في عندي 20 فولت في بيك يبقى هنا انا بتوقع حوالي 40 فولت هيظهر عندي على هذا المكثف. خلينا نشوف الدائره بعد ما ايش بنشغلها. هاي عندي انا الاوتبوت بيطلع قاعد بيطلع بيطلع بيطلع، وفي الاخر نشوف عندنا نورمال، خليه هنا في النهايه هي ثبت. بدنا نشوف الان وين ثبت، تمام. خلينا نوقف ايش
السيميوليشن. كويس، في عندي انا هنا مربع 2 وكل مربع عبارة عن 20 فولت، فهي فعلا 40 فولت. تمام، الخمسة او ال 20 فولت ال في بي كاد اللي وصلت 20 فولت تضاعفت عندي، صارت هنا 40 فولت. ملاحظين انه ايش طلع، ايش دخل عندي؟ دخل عندي اي سي، ولكن طلع عندي ايش؟ 40 فولت دي سي. فهذه تستعمل للتقويم ولرفع كمان ايش؟ الجهد، ولكن قلت لك الرفع هنا ايش ماله؟ ما بيدي تيار عالي، ولكن ممكن يستفاد في عملية السعق واللسع. وهذا برضو سيميليتر بوضح لي نفس العملية اللي هي عبارة عن اللي هو المضاعف. انا في عندي هنا مكثف والدايود، مكثف والدايود، شايف هنا المكثف والدايود بيعمل عملية كلامبر، وهنا ايش بيعمل عملية التقويم. فتطلع انا عندي هنا مصدر دي سي، وطلع هنا مصدر ايش؟ مصدر اي سي هنا ومصدر دي سي. طلع هنا التيار بس من فوق لتحت، ما بيتقلب زي هنا. تمام، وبالتالي هنا مصدر ايش؟ دي سي. وهذا ايش القيمة النهائية؟ انا في عندي القيمة اللي داخلة 15 فولت في بيك النهائية. تمام، 15، وبتوقع هنا ايش؟ حوالي 30 فولت ناقص مين؟ ناقص 7 من 10، و7 من 10 هنا، فبتطلع عندي هي ايش؟ اللي هي 28.3 بالضبط. فانا عندي الخط الاصفر هو ايش؟ الخط النهائي تبع الدائرة عندي. زي ما احنا شايفين يا شباب، هنا دائرة الكلامبر، هذا في عندي مصدر الـ AC اللي احنا متعودين عليه اللي هو تقريبا 14.5 فولت RMS و20 فولت في بيك. الآن في عندي هاي الكباستور الأول، طبعا غيرت الكباستورات عشان استعملت هذا النوع عشان هو بتحمل جهد أعلى تقريبا 50 فولت، وأنا عندي الدائرة ممكن الجهد تبعها يكبر، عشان هيك أنا تعاملت مع أقل إشي لازم يكون هدول 50 فولت في دائرة زي هذه. في عندي هاي الدايود الأول والدايود الثاني، الدايود الأول السالب تبعه هي لفوق، والدايود الثاني السالب تبعه هي على اليمين، وعندي أنا الموجب تبع المكثف هذا هي على اليمين، والموجب تبع المكثف هذا هي فوق. وبالتالي أنا الآن هاي في عندي هذه دائرة الكلامبر، قديش الجهد اللي على المدخل عندي؟ طبعا الجهد المدخل عندي RMS قلت لك 14.5 في RMS هنا، بس بدي أقيس قديش هيطلع عندي هنا. هل هيطلع عندي هنا AC ولا DC ولا ما بنعرف شو هيطلع عندي، خلينا نشوف. ففي عندي أنا هاخد إشارة الخارج عبر المكثف هذا اللي هو من هنا لهان. تمام، وفي عندي أنا إشارة الدخل هاخدها عبر اللي هو الإشارة اللي جاية من المصدر. تمام، وبالتالي أنا هي إشارة المصدر هاخدها، وهي إشارة الخارج برضو إيش أنا هاخدها، ونشوف الإشارات هذه كلها على الاسكوب. ففي عندي هنا إيش إشارتين هيكونوا عندي واضحات، بس أنا عندي هصفر هاي التنتين تقريبا المصفرات هنا. وهشغل الدائرة الآن ونشوف إيش هيطلع معي نتائج. أوب، هاي اللي طلع معي سحر على ما أعتقد يعني. ليش؟ لأنه هنا هاي أنا دخلت AC، هذه إشارة الدخل، ولكن شوف إشارة الخارج، إشارة الخارج DC، وقديش قيمتها؟ إشارة الدخل عندي التنين طبعا زي بعض، إشارة الخارج الدخل عندي الماكسيموم تبعها 20، الفي بيك تبعها 20 فولت، ولكن طلع عندي إشارة خارج 40 فولت زي ما احنا ايش درسنا بالضبط. هاي هذه دوائر ايش؟ دائرة الفولتج مالتي بلاير. وهذه طبعا ال 20 فولت الفي بي كان ضاعفت لي اياها مرتين، صارت 40 فولت ودي سي كمان. طبعا هنا ايش؟ بتشبه زي كانك انت عملت دائرة تقويم زاد ايش؟ دوائر رفع لجهد مين؟ لجهد الدي سي مش الاي سي. فهذه شوف الان انا ممكن طبعا اخذ جهد الدي سي هذا واتعامل معاه زي ما بدي، ولكن يعني ممكن هذا جهد الدي سي ما يتحملش طبعا تيارات عالية. خلينا نقيس قديش انا عندي بالساعة، طبعا قديش انا عندي فعلا الجهد اللي طالع من الدائرة عبر المالتي ميتر، واشوف هل فعلا هو هيطلع عندي تقريبا 40 ولا لا. فانا هحط طبعا طرفين المالتي ميتر، طبعا هاي المالتي ميتر عندي هنا اوكي، وهنشوف ايش هيطلع عنده قيمة الان بعد ما احط. الان هاي حطت هنا على الدي سي زي ما احنا شايفين، وهي القراءة هنا صفر، لكن الان لما احط البروبس المجسات قاس لي فعلا 40 فولت، قاس لي هيو 40 فولت فعلا. طيب خليني الان احط مقاومة،
ليش؟ بدي انا مثلا نفترض بدي اغذي موتور، بدي اغذي مقاوم، بدي اغذي اي حاجه، بدي اشوف هل هيصير فيه هنا فولتج دروب ولا لا على الجزء هذا. هنشوف الان بعد ما احط شويه المقاومه، احط تقريبا مقاومه قيمتها 1 كيلو اوم بالتوازي مع الخارج على الخارج مباشره. هي حطينا طرف والان بنحط الطرف الاخر، يعني صار في عندي فولتج دروب قليل زي ما احنا لاحظنا. انا حطيت 1 كيلو اوم تمام، ففي عندي هنا صار فولتج دروب زائد ايش للحناء للريبل هذا اللي صار، زائد هنا القيمه صارت عندي 35.6 فولت تمام. وبالتالي يعني هذه تعتبر دائره جيده، لكن لو لو استهلاكك للتيار بيكون صغير جدا. زي ما قلت انا انه احنا ممكن نستعمل هذه الدائره عشان اضاعف الجهد، بس مش بس مره واحده الخمسه حولتها 10 وخلاص، لا ممكن احولها 20 30 40 قد ما بدي. كيف؟ باني اكرر الدايود والايش والمكثف. انا في عندي هنا مكثف ودايود، طب كررهم كمان مكثف ودايود مكثف ودايود مكثف ودايود وهكذا قد ما بدي. انا الان هنا كررتهم كم مره؟ عد مكثف ودايود، هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8 مرات، معناته هذا عبارة عن مضاعف 8 مرات. انا عندي هنا 5 فولت في بيك تو بيك، ايش هيطلع عندي هنا؟ هيطلع عندي هنا اللي هو مضاعفتها 8 ايش مرات، اللي هي ايش طبعا في بيك تو بيك هذه تمام. لو احنا بناخذ البيك وبنضاعفها، وبالتالي 2.5 ضرب 8 هيطلع عندي ايش الخارج كويس. طبعا هذه هي الدائرة لما يكون طبعا هنا 220 فولت. هذه هي نوع من الدوائر المستعمل في ايش اللي هو لاسعة البعوض، انه ايش بترفع للجهد ممكن لكيلو 1000 فولت، يعني بحيث انه لو تيجي بعوضة او اي حشرة ان عملية ايش تعمل عملية اللسع، وبكون ايش شكل الموجات في عندنا. طبعا هذا عارض لاكثر من شكل موجة هنا عند النقاط هذه تمام. فالنقطة هذه بكون شكل موجة هيو، نقطة هذه شكل موجة هيو، وهكذا تمام لحد ايش ما يطلع عندي هنا عندي ال 30 هي شكل موجة هيو هنا كويس. فانا عندي لو ضربت انا مثلا 2.5 في 8 تطلع عندي اللي هي حوالي ال 20 فولت، ولو ضربت 2.5 في او الخمسة في 8 هيطلع عندي حوالي ال 40 فولت. وين الخرج النهائي انا بشوفه؟ الخرج النهائي هيو تمام، هاي المرحلة الثامنة مش هنا، المرحلة الثامنة هناك. هل انا عندي الدائرة هذه عملتها بالسيميليشن؟ انا في عندي هنا مصدر مثلا اللي هو 20 فولت تمام، 20 فولت في بيك. ال 20 فولت هذا الان هيروح وهي يتضاعف 8 مرات زي ما احنا حكينا، 20 فولت في بيك مش في بيك تو بيك، وبالتالي احنا بناخذ الفي بيك وليس الفي بيك تو بيك تمام. الفي بيك هو اللي بتضاعف تمام. الفي بيك الان 20 فولت وعندي هنا 8 مرات بالشكل هذا. لو حبيت انت تبنيها لازم تبنيها بالشكل هذا. هي عندي اربع مكثفات فوق واربع مكثفات تحت، في عندي 8 دايودات. ال 20 فولت اضربها في 8 ايش هيطلع عندي؟ هيطلع عندي 160 فولت، 160 فولت. ولما تحسب قديش الفقد والضرائب اللي هتاخذها هذه الدايودات بتنقص ايش منها من ال 160، فبيطلع عندك الخرج النهائي. خلينا نشوف ايش هيكون عندي تصرف الدائره لما انا اشغلها. هاي بدينا التشغيل، ها طلع الاخضر هو ايش الجهد. خلينا نحط هنا 20 وهنا نحطها زي ما هي 20، ها بس هي اكبر، خلينا نحطها 50 عشان نشوفها. هذا هو الخرج ولكن قاعد بيكبر، قاعد بيطلع فوق بيطلع فوق، هذا هو الدخل ثابت. طب بدنا نشوف لوقتيش هيثبت، خلينا نشوف وقتيش هيضلوا ايش ثابت. طبعا هي لسه قاعد بيرتفع شوي 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 شوي، طبعا هذه بسبب التقويم ايوه قاعد لسه بيرتفع. تقريبا لما يصير خط مستقيم وقتها انا ايش ممكن اقول لك الان تقريبا وصلنا النقطة او القيمة الاخيرة. خلينا برضو نكبر هذا شوية، ايوه 100 خليه، اه تقريبا قرب، لسه في شوية تكسرات خلينا نخلصها. الان ممكن احنا نحكي او بعد شوية الان ممكن نحكي انه ايش انه تقريبا الجهد عندك ثبت كويس. خلينا نشوف قديش الجهد هنا، نوقف الدائرة كويس. الان في عندي المربع الواحد تقريبا 100 فولت، فهو 100 فولت
واكثر من النص بشويه، فهو 160 فولت. 160 فولت ممكن بالضبط عشان اجيبها بالضبط. في عندي انا الكيرسر هذا، هاي الكيرسر شايفينه هذا، بجيبه هيك وبمشيه زي ما بدي انا، فبتتغير عند القيم هنا زي ما بدي، وبضغط على السيجنال اللي انا بدي اياها. هاي بصير في عندي هنا زي طلع في دائره صغيره، الدائره الصغيره هذه بتجيب لي الجهد اللي عند النقطه هذه الان. هيطلع عندي هاي زي ما هو مكتوب هنا 156 فولت، 156 فولت قريبه جدا من 160. لو انا سبتها شويه يمكن توصل ايش اكثر بشويه، ولكن هي ايش 156 155 فولت. وبالتالي انا الان فعلا رفعت الجهد من 20 فولت في بيك ل 160 فولت، وهذا دي سي شايفينه، هيو دي سي. تمام، هذا ممكن استعمله في حاجات معينه، ممكن انا اضيء فيها يعني مجموعه من الاضواء الصغيره اللي ممكن ايش تعمل لي زي لمبه كامله. نتمنى ان تكون استفدت من المحاضره وتعلمنا حاجه جديده اللي هي دوائر المضاعفات الجهد، وانا بقول لك ممكن تستعملها في اكثر من استعمال، وانه انت ممكن توظفها لانها تعمل كسائق نفترض. يا ريت تحفظ برضو الشكل العام للدوائر هذه عشان تستفيد منها وتكبر خبرتك في تحليل الدوائر فيما بعد ان شاء الله. لو حبيت الحلقه واستفدت منها يا ريت تدعمنا على الموقع وتعملي لنا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.